انتشر فيديو احتجازها في 7 أكتوبر، وظهرت في مقطع مسجل بصوتها نشرته حماس تخاطب فيه قادة إسرائيل وحصدت الاهتمام الأكبر بعد تحريرها. الأسيرة الأشهر لدى إسرائيل تثير الجدل. الأسيرة نوع أرجماني البالغة من العمر 25 عاماً والتي اقتيدت على دراجة نارية خلال هجوم طوفان الأقصى، حازت على نصيب الأسد من الأضواء الإعلامية فور استعادتها من موقع احتجازها في غزة سالمة معافاة وفي أحسن حال، وهي واحدة من 4 محتجزين أعلن الجيش الإسرائيلي تحريرهم بعد هجوم عنيف شنته على محيط مخيم صيرات وأسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني بحسب وزارة الصحة في غزة. ونشر مكتب الرئيس الإسرائيلي فيديو يظهر تلقي الأسيرة اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وآخر لقائها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقالت أرجماني لوسائل أعلام عبرية: رأيت الموت أمام عيني مباشرة، وفي إحدى المرات دخل صاروخ إلى داخل المنزل. لكن مظهر الأسيرة لم يدعم روايتها إلى حد كبير، حيث لاحقتها الانتقادات والتساؤلات عن الأوضاع في الحجز وطبيعة المعاملات التي تتلقاها من عناصر حماس، خصوصاً أنها تبدو بصحة جيدة ولا تظهر عليها علامات التعب أو العنف أو الصدمة. فنشرت مذيعة بالقناة 12 الإسرائيلية تدعى لما تاتور عبر حسابها الخاص متسائلة: هل هذا مظهر شابة مختطفة منذ 9 أشهر؟ وطرح مظهر الأسيرة المقارنات بين حالة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وحالة الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، وشارك نشطاء صوراً وفيديوهات تبين صعوبة أوضاع الاحتجاز الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيون من تعذيب وتنكيل وتجويع وأساليب غير إنسانية.